وأضاف المسماري أن القوات المسلحة الليبية لن تسمح بسرقة ثروات الشعب النفطية، وأنها ملتزمة بتسليم الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط. بالرغم من النفط الذي قمنا بالتضحية من أجل تأمينه وطرد الإرهابيين، وقمنا بتسليمه إلى المؤسسة الشرعية في ليبيا وهي المؤسسة الوطنية للنفط، وحاولنا تحييد هذه المؤسسة عن أي أزمة سياسية، إلا أن حتى هذه اللحظة وبكل صراحة أقولها، وحتى هذه اللحظة لم نتقاضى من إيرادات هذا النفط درهما واحدا، ولكن هذا قوت الليبيين، ولا يمكن أبدا أن نسمح لأحد التلاعب بقوت الليبيين وأرزاق الليبيين. ما قمنا به في الهلال النفطي أو في خليج سرت ليس بالأمر البسيط، لم نحارب هذه المجموعات البسيطة التي دخلت فقط، بل حاربنا مشروع كبير جداً